السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، يا حي الله بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: اعتراف أمريكي بإصابة ميسون بالبحر الأحمر، وإلى التفاصيل. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس تعرض ثالث بارجة لها للاستهداف في البحر الأحمر. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بالقيادة المركزية للقوات الأمريكية قولهم إن المدمرة ميسون تعرضت للقصف بصاروخ باليستي. واكتفت القيادة الأمريكية بالحديث عن عدم تسجيل سقوط ضحايا في صفوف الطاقم. وكانت القوات اليمنية أعلنت في وقت سابق الأربعاء استهداف البارجة الأمريكية بصاروخ باليستي، مؤكدة تحقيق الهجوم إصابة دقيقة. ولم تنشر القيادة الأمريكية أي معلومات حول الهجوم في صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها تحدثت عن اشتباكات في البحر الأحمر شاركت فيها طائرات مسيرة، وهو ما يشير إلى حالة ارتباك أمريكية جراء استهداف البارجة الجديدة ويؤكد رواية إصابتها. وميسون هي ثالث بارجة أمريكية تصاب في العمليات اليمنية المستمرة منذ نوفمبر الماضي، والمواجهات التي تخوضها ضد القوات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ يناير الماضي، حيث سبق للقوات الأمريكية وأن سحبت حاملة الطائرات المتمركزة في باب المندب إيزنهاور والمدمرة يو إس إس كارني أيضا. وتشير هذه العمليات المتصاعدة بوتيرة عالية مؤخرا إلى تدوير اليمن لاستراتيجية استهداف البوارج مع استعدادها لتنفيذ المراحل الجديدة من التصعيد، والتي تشمل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وصولا إلى رأس الرجاء الصالح. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.